أولادك بني إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ارزقنا حفظ وتلاوته على النحو الذي يرضيك عنا اللهم ارزقنا حفظ وتلاوته على النحو الذي يرضيك عنا اللهم يا ربي اجعل مجمعنا هذا مجمعا ميمونا ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروم ولا معذبا بنار يا عزيز ويا جبار اللهم اصلح حال الأمة اللهم اكشف عنا الغمة اللهم اصلح حال الأمة واكشف عنا الغمة اللهم راجع بالأمة إلى الكتاب والسنة اللهم راجع بالأمة إلى الكتاب والسنة اللهم راجع بأمة حبيبك صلى الله عليه وسلم كما ترك حبيبك صلى الله عليه وسلم قبل انتقاله إليك بيوم يا رب العالمين اللهم نزل هداية في الإنس والجان في العالمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم فرج على خيانا يا ربي في فلسطين اللهم كن لهم خير ناصر وخير معين وأيدهم بنصرك المبين يا رب العالمين اللهم اكسهم اللهم اطعمهم اللهم اسقهم اللهم قويهم اللهم سدد رميهم يا رب العالمين وعليك بأعدائهم وأعدائك أعداء الدين اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين ومن ولاهم اللهم أرينا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي فيهم ولا تذر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وردنا إليك ردا جميلا اللهم صلي وسلم وبارك على البشير النذير اللهم صلي وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صلي وسلم وبارك على من أرسلت ورحم العالمين صلاة تملى الدواوين يا رب العالمين يا حنان يا من لا تنام حسن الخاتمة والموت على الإسلام يا حنان يا من لا تنام حسن الخاتمة والموت على الإسلام يا حنان يا من لا تنام حسن الخاتمة والموت على الإسلام اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صار إليه اللهم ارحمنا إذا ما غسلونا اللهم ارحمنا إذا ما كفنونا اللهم ارحمنا إذا ما على الأكتاف حملونا اللهم ارحمنا إذا بالقبور وضعونا وراحوا وتركونا ولم يبقى لنا إلا أنت وأنت أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك يا رب العالمين اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا يا أرحم الراحمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم بارك في الحاضرين اللهم بارك في الحاضرين واغفر لنا ولهم ولوالدينا ووالديهم والدين والديهم اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم واعطيهم من خير ما سألوا يا رب العالمين اللهم بارك في أصحاب هذا البيت اللهم جنبهم وجنبنا الشياطين والحاسدين والباغدين واجعل بيتهم كبيت الصحابة رضوان الله تعالى عنهم يقام فيها الأذان وتقام فيها الصلاة ويقام فيها التعليم بجاه سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبحق أسرار الفاتحة آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.